يستعد رائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي قائد طاقم محطة الفضاء الدولية لتحطيم الرقم القياسي في المكوث في الفضاء وانتزاع اللقب من رائد الفضاء الأمريكي مايك فينك الذي سبق وأمضى 363 يوما في الفضاء. الحلم تعزز مع قرار وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إشراك كيلي ورائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنينكو في تجربة فضائية على متن المحطة الدولية تستغرق عاما واحدا لسبر مدى قدرة الرائدين على البقاء في الفضاء والاستفادة من خبرتهما في إرسال طواقم في مهمات طويلة الأمد خارج مدار الأرض. ويأمل علماء ناسا من خلال هذه التجربة مساعدة مخططي الرحلات الفضائية على فهم مدى تأثير هذه الرحلات على أجسام البشر وعقولهم، كما يشارك كيلي وكورنينكو خلال رحلتهما المقررة أن تستمر 342 يوما في دراسة كيفية تكيف الجسم في حالة انعدام الوزن والعزلة والتعرض للإشعاع والضغوط النفسية في الفضاء المعتم، في حين سيشارك رائد الفضاء السابق مارك كيلي في التجربة على الأرض لمقارنة النتائج على الجسم والعقل. وبالرغم من أن العيش سنة في الفضاء دون الإحساس بأشعة الشمس أو رؤية الأهل فقط عبر شاشة الكمبيوتر قد تبدو فترة طويلة، فإن الرحلة إلى المريخ حسب علماء ناسا ستكون أطول، لكن يبقى الدافع للمشي على تراب الكوكب الأحمر أكبر. ومن المقرر أن يجري رائدا الفضاء خلال الرحلة على متن محطة الفضاء الدولية أكثر من 400 تجربة علمية بما فيها التجارب على جسمي الرائدين، ومن ثم العودة إلى الأرض في الثالث من شهر آذار مارس العام المقبل حسب ما هو متوقع. وفي حال نجاح التجربة يكون كيلي قد حقق رقما قياسيا آخر بالبقاء 522 يوما خلال أربع مهمات في الفضاء.